بلدك اللي يطيحك. علاقتي بمعجبتي مزيانة. السؤال ما غيقطع الدبانة. واجهت بزاف ديال الصعوبات في البداية. بس نورمال انسان خارج غيواجه واحد العالم اللي ما مالفش عليه، بعد ما كان دري طبيعي كيعيش حياة طبيعية، فهو انتقل من واحد الوضع، انتقل واحد الوضع اخر جديد عليه. فبطبيعة الحال انهم غيواجه مجموعة الصعوبات، ولكن ديك الصعوبات اللي كيتعلم منها وكي كتساعدو في الشخصية ديالو كتقويه. ما اثرش فيا الشهرة حيت عارفة غتسالي، وبقيت بنفس الشخصية ديالي، غير ما فهمتش انا لحد الان ما فهمتش. فاكيد الناس غيكونوا في حياتك مزيانين، وناس غيجوا في حياتك غادي تتعلم منهم بزاف الحوايج. وانا اي واحد يدوز في حياتي كنتعلم منه. بارفوا كاينين دي شونسون اللي كينجحوا بلا ما ندير لهم فيديو كليب بلا والو. فهذا كان الكونسيبت ديالي في الاول، بانني مشيت بامكانيات قليله على حسب داكشي اللي عندي. فهذا الشيء غير هذاك التحدي اللي كان عندي، انني نتحدى راسي ونتحدى الناس اللي ما طايقينش فيا. فانا كملت بداكشي اللي عندي، بامكانيات البسيطه اللي عندي. فالحمد لله داكش اغاني داروا ملايين مشاهده، يعني بامكانيات البسيطه. فهذا الشيء ما كيمنعش الابداع، ما كيمنعوش عفوا الامكانيات. حدك صغير وكتاخذ جوائز وكتكرم في بلدان اخرين كانك مغربي، فهذا شرف كبير. وعندك واحد المده فنيه قصيره، وكتاخذ يعني جوائز كبيره مع فنانين كبار، يعني شي حاجه اللي بالنسبه ليا كمغربي فخر ليا. وهذا بفضل الجمهور اكيد اللي صوت ليا في المسابقات العالميين، وكنشكرهم من هذا المنبر. واكيد الجمهور هو اللي كيطلع الفنان، يعني بلا جمهور ما يمكنش يكون الفنان. يعني بهم حنا كاينين وبهم حنا مكملين. اكيد تتعرضوا عليا شي حوايج وما تعجبونيش، مع احترامي للملحنين، فيمكن انا ما يعجبونيش يعجبوا فنان اخر. يعني انا عندي واحد التصور، واحد الحاجه كنكون باغيها، وكنكون باغي نسمعها وما تنسمعهاش. فكنحاول ندير داكشي اللي باغي انا، وداكشي اللي كيعجبني كنحاول نكتبو باش ما نظلموش عاوتاني الملحنين. ماشي شي حاجه في المستوى، شي حاجه اللي تعجبني، لان كل واحد عنده واحد التصور ديال كيفاش غيخرج الاغنيه ديالو. يعني شي حوايج انا بحال قلتي شروط، يعني شي حوايج انا كنبغيهم في الاغنيه تكون ديالي. انا كنت وعدت ابتسام تيسكات، وكنت وعدت خوله، ما قديتش انا نعطيهم شي حاجه ماشي في مستوى، لان حتى هما عندهم جمهور. حيت انا غنتلام الا ما عطيتش حاجه في المستوى، غنتلام انا وهما عندهم، حتى هما عندهم جمهور ديالهم. يعني ما يمكنش ليا انني نتحط في واحد الموقف اللي خايب. فانني قررت انني اعتذرش منهم، ماشي كيسيون ديال ما نساليش، غير انا ما بغيتش نعطيهم شي حوايج اللي ماشي في المستوى ديالهم وديال الجمهور ديالهم. علاش داك الشيء وحده عليا؟ يعني في اي انترفيو كيجيو كيقول لي علاش كتحارب المراه، علاش؟ كنقول لهم راه فريمون هادشي كينجح معاه في كينجح، حيت يمكن حتى رومانسيه قليله، حيت ما عرفتش. قال لك علاش ما ديرش اغنيه رومانسيه؟ فانا تلبيه للطلب ديالهم، حاولت انني ندير اغنيه رومانسيه عجبت الناس اكيد. غير هو كنقول انا نسبه الرومانسيه قليله، ما عرفتش علاش. تنمول ولا معقول المغرب صعيب انك تبان فيه، وصعيب انك تفرض فيه راسك، وصعيب انك دير اعمال اللي تنال المستوى ديال الناس، ديال الجمهور اللي كيتسناك. فانا ما درتش، ما نهيتهاش بهذا المعنى، ولكن بحال درت لها بوز، وقفت بما وقفت على رجليا، وفهمتيني، وبغيت نوصل لداك الشيء اللي انا باغي نوصل ليه. وان شاء الله عن قريب تنوعد الناس انني غنكمل قرايتي، لان كتضيف لك بزاف وبزاف، وشخصيا كليك انت ماشي شخصيا كتضيف لك بزاف. وانا غنكمل ان شاء الله، ماشي غنوقف ان شاء الله. الحلم ديالي هو كره القدم، وباقي كنلعب لحد الان، ولكن كان الحلم ديالي. فما تمشى فيما مشى الله، ما كتعرفش فين غيديك المستقبل. حلمي هو في الدومين، هو انني نوصل اغنيه المغربيه للعالميه ان شاء الله. علاش لا؟ عندي حلم، اي واحد عنده حلم. يقدر واحد يبان ليه مستحيل، يقدر واحد يبان ليه. انا كل شيء كنعتبره احلام كاملين كنعتبرهم قراب. علاش لا؟ بالخدمه ان شاء الله تحقق الحلم ديالك. شكرا لاي واحد تيشجع اي فنان
تيشجعو تيبغيه، شكرا لاي واحد تينتقد. يعني حنايا دورنا اننا نوصلوا اغنيه مغربيه، اننا في ما نمشوش بلاد يقولوا لنا عندكم مغنيين تبارك الله، او عندكم يعني عندكم فن مغربي زوين، وهذا الشيء تبارك الله راه كاين واصل، غير هو نزيدوا به القدام. وكنشكر اي واحد كما قلتي، وكنشكر الجمهور ديالي اللي ديما مساندي مهما وقع، وتحيه لكم.